مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا عبر سي راديو الزهرة، زهرة العرب لكل العرب من المحيط إلى الخليج. وهذا اللقاء مع الأستاذة الدكتورة إيمان حشاد، وحول فعاليات المؤتمر الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والجمهورية الجديدة تطلعات وغايات، والذي تنظمه الإدارة العامة لثقافة المنوفية. معنا دكتورة إيمان، صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير يا أستاذ محمد، أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بالمستمعين الكرام. دكتورة إيمان، يعني نشاط مميز وجهود مميزة، ناخد فكرة من سعادتك عن طبيعة هذا المؤتمر. دكتورة إيمان، الحقيقة مؤتمر ذوي الاحتياجات الخاصة والجمهورية الجديدة تطلعات وغايات منظم من قبل وزارة الثقافة الإدارة العامة فرع المنوفية. هو مؤتمر سنوي علمي بيناقش أبحاث وقضايا تخص ذوي الاحتياجات الخاصة والتطلعات التي نطمح إليها في ظل الجمهورية الجديدة، وفي ظل الحقوق التي كفلها لهم الدستور، وفي ظل الإنجازات التي يحققها أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة. فالحقيقة يعني هيتم إن شاء الله بأمر الله، المؤتمر هيكون في قصر ثقافة مدينة السادات بإدارة الأستاذة أمل عبد العزيز مدير القصر، وبإشراف الأستاذة هالة الشامي في إدارة العامة للثقافة، وبقيادة الأستاذ أحمد فوزي مدير عام ثقافة المنوفية. المؤتمر إن شاء الله هيتم فيه مناقشة أبحاث علمية كان شارك بها بعض الباحثين، سواء بقى من طلاب الكليات أو الدراسات العليا أو أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. الأبحاث كلها تضم أفكار جديدة بتخدم قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة في الست المحاور اللي يضمهم المؤتمر، منهم محور الرقمنة والخدمات التكنولوجية المقدمة لذوي الاحتياجات، منهم محور التعليم، منهم المحور بتاع القانون، منهم محور الجغرافيا والسكان، منهم محور الدمج، منهم محور حدود الإتاحة والقوانين الخاصة بها. يعني دكتورة إيمان، ما شاء الله اهتمام كبير جدا من ثقافة المنوفية وسعادتك للاهتمام بأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني شايفة ده ازاي، الرسالة اللي بتوجهها حضرتك من خلال هذا المؤتمر يا فندم؟ الحقيقة والله هو ده دورنا، يعني ان احنا نعمل بكل طاقتنا، وخاصة المتخصصين في ذوي الاحتياجات الخاصة ووزارة الثقافة اللي هي طبعا بيت الثقافة المنوط بها دايما نشر الوعي والقاء الضوء على القضايا الهامة في الوطن. وفي ظل دعم السيد رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لذوي الاحتياجات، فاحنا كلنا بنسير في مسيرة واحدة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة و تمكينهم أكثر وتوصيلهم لحقوقهم بشكل أكبر، وتوفير كل ما من شأنه خدمتهم، وتوفير حدود الإتاحة والإمكانيات والأجهزة المساعدة لاستمرار حياتهم بشكل يليق بهم ويليق بقدراتهم ويليق بالإمكانيات اللي ممكن يقدموها للدولة، وإن هم ممكن يكونوا أعضاء مضيفين للدولة وأعضاء ملهمين وذوي قدرات خاصة حقيقية في الدولة بنلمسها من خلال إنجازاتهم في الفترات الأخيرة. دكتورة إيمان، يعني ما شاء الله، يعني شايف الأوراق البحثية مميزة جدا وتحمل عناوين في منتهى الأهمية: الذكاء الاصطناعي وإسهاماته في تأهيل الأطفال، الدمج ضمن برامج رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، التعلم بطريقة الإسابة. يعني ما شاء الله كلام بالفعل احنا في أشد الاحتياج إليه لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، إن هم فعلا يسيروا على نهج التقدم والتطور في ظل المتغيرات الحديثة اللي بنشهدها حاليا. ده حقيقي، وده اللي كانت وزارة الثقافة فرع المنوفية حريصة عليه من خلال طرح محاور اللي قلتها لحضرتك، كلها محاور هامة وكلها محاور أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة محتاجينها، ومحتاجين كل الأفكار الجديدة فيها لخدمتهم ولتوفير أكتر من وسائل مساعدة ليهم لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع بشكل كبير. يعني كل الشكر والتقدير والتوفيق لحضرتك أستاذة دكتورة إيمان حشاد، رئيس المؤتمر ذوي الاحتياجات الخاصة والجمهورية الجديدة تطلعات وغايات، والذي ينطلق بمسرح وسينما قصر ثقافة السادات. يعني كنت ضيفة عزيزة غالية علينا، شكرا جزيلا لسعادتك دكتورة إيمان.
ميرسي لحضرتك، بس كنت حابة أضيف كمان إن اتفضل. إحنا معانا شركاء نجاح في المؤتمر تمام. حقيقي، إدارة التربية الخاصة بقيادة دكتور أحمد صبحي بمدينة السادات، يعني موجودين معانا كشركاء نجاح، وعلى هامش المؤتمر هيقدموا فقرة فنية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس المختلفة، مدارس التربية الخاصة، وكمان هيبقوا مشاركين بمعرض فني من أعمال فنية لذوي لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، فبنقدم لهم الشكر ويعني على مجهوداتهم العظيمة مع أبنائنا، ونتمنى لهم المزيد من التقدم والمواهب والإنتاج إن شاء الله بأمر الله.